بسم الله. برنامج النفس وركس بيديني بعض الامكانيات لاظهار واخفاء العناصر، فممكن مثلا اعمل سيلكت على العناصر ديت مثلا واجي هنا في الهوم اقول له هايت فيخفي العناصر ديت. ممكن الاقي مثلا العناصر دي مثلا مش محتاجها، هروح دايس كنترول واقول له هايت يخفهم لي. ممكن احتاج ان انا اشوف بس بعض العناصر اعمل عليها تركيز شويه، مثلا العنصر دوت عايز اشوف كل العناصر اللي زيه، فهاجي هنا سيلكت سيم. ممكن تخليهم بقى باي اليمنت باي اي دي باي تايب مثلا، فانا اعمل على كل التايب دوت. ممكن اقول له ريكواير يعني سجل لي هنا الحاجات ديت، تمام، بحيث ان انا لو سجلت بره بعمل سيلكت على حاجه ثانيه هم لسه موجودين معايا، تمام، بحيث لو انا احتاج اشوف ايه العناصر ديت اقدر اوصلها بسهوله. دي كل العناصر اللي انا عملت عليها ريكواير. ممكن في اي وقت واقول له ان ريكواير اول فيبدا يجيب لي العناصر بطريقه عاديه. ممكن اقول له اعمل سيلكت مثلا على بعض العناصر، حاسس ان العناصر دي مثلا محتاج ان انا ادرسها لوحدها، واقول له هايد ان سيلكت فبيخفي لي كل حاجه ما عدا العناصر دي. اقدر اجي هنا واقول له ان هايد اول فيبدا يظهر لي كل العناصر بالشكل دوت. وممكن اجي هنا في فيو واقول له انا عايز مثلا المود بتاعي فور رندر بالشكل دوت او شيدد او واير فريم او هيدن لاين، ده لو انا عايز الجهاز يبقى معايا خفيف. ممكن اجي في اي وقت اقول له اظهر لي السيرفيس او خفالي، اظهر لي الخطوط او خفالي، دي الخطوط ديت هو بيخفيها ويظهرها، تمام. لو لغينا السيلكت في هنا خطوط اهيت، لو قلت له في الخطوط بيخفيها لي، لو في عندك بوينت او تكست بتقدر تخفيهم برضو وتظهرهم من هنا.